ايه رأيكم يا حبايبي في الطبق الحلو دوت؟ لوز اللوز مش عايز كلام، فراخ سهلة 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 تعمليها في 5 دقايق. 5 دقايق تكوني مغذية العيال. احسن طبق فراخ مشوي معاه شوية مكرونة. بقى انا عاملة مكرونة يعني، بس هنزلها في فيديو تاني لوحده. هتبقى وجبة كاملة متكاملة وشوية سلطة، والعيال تهيص وتهيص وتدعيلي معاكم. دعوة حلوة كل منكم كده تكون طيبة منكم. وما تنسيش لو الأكل عجبتك تحطي لي لايك وشير والاشتراك في القناة. يلا بينا على الفيديو نخش نشوف احنا عملنا ايه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا جايبة لكم النهاردة هنعمل اسرع طريقة فراخ مشوية. معانا كزبرة ناشفة، ملح، فلفل، ثوم بودر، بصل بودر، مكعب مرقة فورية، ليمون، خل، خل وزيت، صلصة، صوص حراق، لبن. ايه رأيكم؟ اسرع فراخ. ودلوقتي حالا هندخلها الفرن. اوكي، دلوقتي هنجيب ايه، مش عشان ايه عايزة ابين لكم، بس التتبيلة كده اهو. هنجيب الايه، ثوم بودر وبصل بودر، اسهل طريقه، ملح وفلفل وكزبره، كزبره ناشفه. اوكي، مع بعضينا باذن الله، مع بعضينا نفتح المرقه. اللي مش عايز يحط مرقه ما يحطش، دي مش اساسيه على فكره، دي اضافه من عندي انا، مكعب مرقه. هنحط الزيت، شويه زيت، شوية الخل، على فكرة برضو الكاتشب، بس انا ما عنديش كاتشب. ماشي، للأسف انا لقيت الكاتشب اللي عندي خلص كده. هنقلب البهارات مع بعضيها وتظبطوا. اهم حاجة الايه، الملح. ماشي، هنحط الصلصة دي برضو. اتفتحي، اسرع طريقه فراخ مشويه وتطلع عسل العسل، واخر حبه صلصه برضو باذن الله، وشويه الصوص حراق. كده شويه دول، بعد كده كوبايه اللبن. ماشي، والليمونه، هي عصره ليمونه، بس انا الليمون ده ما بينزلش ميه كتير، الليمون الاخضر ده. هحط ايه، ليمونتين كده. ايوه يا جماعه، اهو مع بعضنا قلبنا الصوص كده كويس اللي احنا عملناه. هنحط فيه ايه، الفراخ مغسوله طبعا زي الفل، وعنب العنب ولوز اللوز. هندخلها كده في بعضيها ونقلبها كده كده اهو. من هنا اللحمه من جوه، اهم حاجه غسيل الفراخ كمان كويس، اتاكدي منه من غسيله، خل وملح وليمون ودقيق وكده. اسرع طريقه فراخ مشويه هي دي يا جماعه، وتحطه على طول في الايه، في الفرن، مش نستنى كام ساعه وكلام من ده، لا كده. هنقلبهم كويس مع بعضينا كده كده، وهرص في الصينيه اهو مع بعضينا كده. واحنا قاعدين برضو هنعمل كل حاجه ايه، على الهواء. اوكي، ادي الصينيه مع بعضينا اهي، الصينيه اهي. وناخد الفراخ كده، طب نقرب الصينيه كده عشان تبان اهي كده اهو. هنرص الفراخ كده، ما فصلناش ولا اي حاجه، مع بعضينا كده كده كده. هنكون
هنكب الايه بقيه الصوص ده على الفراخ وندخلها الايه الفرن. كده حبايبي تبقى صينيتنا ايه، نمسح الطرف بس ده عشان ايه بيتحرق في الفرن الطرف ده طبعا. اهي حبايبي هندخلها الفرن، وبعد كده هتاخد يعني من ساعة وساعة ونص على درجة حرارة 200 على الشبكة، مش على الصاج عشان احنا هنشوي، هنولع من تحت بس. اوكي وكده حبايبي ادي صينيتنا طلعت من الفرن وايه ولوز اللوز وعنب العنب وريحتها مفحفحة، بس هي عايزة فحماية ويبقى لوز اللوز بس، العيال مستعجلين عايزين ياكلوا. ايه رأيكم في اكلتنا النهاردة؟ ياريت تخشوا جوه الفيديو وتشوفوا احنا عملنا ايه، هتعجبكم. ما تنسيش اللايك والشير، ولا دعوة حلوة منك، وقدمت لكم الاكلة دي من ايه من يوميات نور الصباح. يلا باي باي.